بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، فاليوم غادي نحاول نتكلم على النحافة أو لا النقص في الوزن. النحافة أو النقص في الوزن شنو كيعني؟ تعني أن الإنسان عنده زيادة مفرطة في المخزون، وهذه الزيادة المفرطة في المخزون كتكون على شكل دهون. وهذه الدهون شكون اللي كان السبب ديال الانزال ديالها في المكونات ديال الذات ديالي؟ وهو الشغل الشاغل او الاشتغال المفرط ديال الانسولين. الانسولين في الوقيته اللي كتكون عندي في الذات ديالي، وفي الوقيته اللي كتاكل اي وجبه كليتيها كيف ما كان النوع ديال الوجبه الا وكتخرج من موراها الانسولين. ولما كتخرج الانسولين اوتوماتيكمون السكريات في الدم غتكون كتزاد، وبالتالي كيمشي كيحاول يخزنها على شكل جلوكوجين في الكبده، او لا على شكل جلوكوجين كذلك في بعض لي موسكل. وبالتالي لما كيكون عندي هذا المخزون ديال الجلوكوجين كتعمر الاماكن او لا المستودعات ديال التخزين ديال هذا الجلوكوجين، لما كتعمر كيولي الجسم كيخزن خارج هذا الاعضاء، ولما كيخرج خارج الاعضاء كيخزنها على شكل دهون. داكشي علاش كيتزاد عندنا لو غرا بالنسبه للنساء في الارداف ديالهم، وبالنسبه للرجال في البطن ديالهم. وكذلك من بعد لما كيكون هناك سمنه مفرطه كيولي زياده الوزن في كل المكونات ديال الجسم ديالي، في الرجلين ديالي، في الفخذ ديالي، في الكرش ديالي، في الصدر ديالي، في الذات ديالي كليا. والانسان ممكن الا كان خصو يكون وزن يلاه 60 كيلو، ممكن تلقاه يوزن حتى ل 240 كيلو. حتى ل 240 كيلو. لماذا؟ لان الانسولين خدمات 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 خدمات، وبقات كتخزن الماكولات، تخزن داك الطعام، واللي كان السبب ديالو الطعام فوق الطعام. لما كتاكل الطعام فوق الطعام اوتوماتيكمون شنو كيوقع؟ كتولي كتدخل السموم للذات ديالك، ولما كتدخل سموم للذات ديالك كتولي الجسم كيحاول يغلف ديك السموم بالدهون ويحطها كذلك في الجسم ديالك. اذا الا كانت عندي مشكل ديال السمنه كتعني جوج ديال الاشياء. المساله الاولى وهو انني عندي سموم مغلفه من جهه، والمساله الثانيه وهو انه عندي دهون اللي كان التحويل ديالها كان بطريقه مفرطه من قبل الانسولين وتحطت لي في الذات ديالي. الزياده في الوزن تعني زياده في السموم في الجسم ديال الانسان. الزياده في الوزن تعني الزياده في الدهون في جسم الانسان. اذا شنو هو الحل؟ الحل هو اخراج السموم، هذه من جهه واحده، ثم بعد ذلك حرق الدهون. الحرق ديال الدهون لما درت ابحاث وقالوا بان الرياضه هي اللي غتحرق لي الدهون. دارت ابحاث وتبينت بانه فعلا تيكون هناك حرق للدهون، ولكن توقف للعمل ديال الميتابوليزم. لم يكن هناك تحسن في الميتابوليزم، ولما ما كيكونش عندي تحسن في الميتابوليزم عاوتاني غير نحبس الرياضه اوتوماتيكمون غيتزاد عندي الوزن. قيل بانه نقلل من الوجبات الغذائيه، دار كذلك تجارب على الوجبات الغذائيه، بقينا كنقللوا من الوجبات الغذائيه، ولما قللنا من الوجبة الغذائية لقينا بأن الميتابوليزم ما تحركش، بقى هو. إذن إلى الميتابوليزم ما تحركش بالرياضة، والميتابوليزم ما تحركش كذلك بنقص ديال السعرات الحرارية، شنو كيعني هذا؟ كيعني لا الرياضة وحدها ولا كذلك النقص في الوجبات وحده، ولا إلى درتي الرياضة ودرتي كذلك النقص في الوجبات واش غطيح لي من الوزن ديالي؟ نعم غطيح من الوزن ديالك، ولكن بمجرد ما توقف عن الرجيم وبمجرد ما توقف عن الرياضه غيرجعوا لك السموم ديالك. علاش؟ لان الميتابوليزم لم يتحرك. شنو هو العمل؟ العمل هو انه نشوف كيفاش نحرك الميتابوليزم ديالي. وباش تحرك الميتابوليزم ديالك شنو هو السر؟ السر موجود في الايه القرانيه التي تقول وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وتبين من خلال الأبحاث العلمية أنه الإنسان إلا دار داك الصوم انترميتون. وشنو هو الصوم انترميتون؟ كناخذ فقط جوج الوجبات، وما بين الوجبة والوجبة واحد 8 سوايع،
والما كتكون عندي ما بين الوجبه والوجبه 8 السوايع، انا ذاك ممكن انه نحبس العمل ديال ولا نقلل من العمل ديال الانسولين، وكيولي الجلوكاغون كينوض يخدم، والما كيولي يخدم هو اللي كيكون سبب في اعطاء طاقه عجيبه جدا للجسم ديالي كله، وهذيك الطاقه العجيبه اللي جايه من الحرق ديال الدهون هي اللي غتكون السبب في تحريك جميع الشركات الداخليه. واذا اشتغلت الشركات الداخليه اوتوماتيكمون غادي تولي عندي الامكانيه ديال الميتابوليزم غادي يرتفع، وتبين بان الميتابوليزم له علاقه مع الصيام، له علاقه مع كما سموه بلوجون انترميتون. دونك الى حركت